مشاهدينا لنتحدث اليوم بإنسانية مجردة من المناكفات السياسية ونتعرف على الظلم الذي يتعرض له أكثر من 2 مليون يمني يعيشون بيننا كأقل مننا منذ عشرات السنين، فلا أنصفتهم لا ثورات ولا حكومات ولا علماء ولا أحزاب ولا مثقفين ولا مجلس الأمن الدولي ولا دول الخليج العربي، ولا حتى خففت معاناتهم وفقرهم والاضطهاد الذي يتعرضوا له، أو سمحوا لهم على الأقل يشاركوا بمؤتمر الحوار الوطني كبقية الفئات اليمنية. بل والأسوأ من هذا كله، لا نسمع أي صوت يتحدث عن معاناتهم من منظمات المجتمع المدني، فلا توجد خلفهم دول كبرى تمول وتدافع مثل السعودية أو أمريكا أو إيران، ولا يوجد لديهم سلاح أو ضمائر حية في الداخل والخارج يعملوا لهم مبادرات ولقاءات عشان ما يتعرضوا له. اسمحوا لي اليوم ما أقولش المهمشين، لكن أقول أخدام اليمن حتى نحس بأوجاعهم. ومن قال بأني أبالغ فليسأل نفسه، هل سيقبل أن يتزوج بخادم أو خادمة ثم يرد؟ اليوم سنتحدث عن ماذا يعاني أخدام اليمن، المشكلات الاقتصادية، السياسية، القانونية، الثقافية، من خلال امرأة لبقة تعزية عمرها 24 سنة وعمر أوجاعها قرن من الإذلال. اليوم أستضيف الأستاذة مسك سعيد. أهلا يا مسك، حدثيني عنك، أنت درستي؟ نعم، أنا حاصل على لسانس أدب اللغة العربية في درجة جيدة مرتفع، أدرس في مدرسة، متعاقد في مدرسة من عام 2007 في منطقة عفير، يعني الرقاعية هذا. يعني من تعز؟ أنا من تعز، من الشمايتين. طب الشمايتين. ملاحظة أنه أكثر المهمشين من تعز؟ نعم، لأنه ما شاء الله المهمشين في تعز الظروف المناخية لائمتهم. يعني مثلا بالحديدة ما يقدروش يتعاملوا مع الظروف المناخية، ليش؟ لأنه بالحديدة حمى وصنعاء برد. لذلك في تعز حمى وبرد، والقرطاس يتحمل هذا كل شيء لأنهم عايشين. أيوة، القرطاس أو الخيمة، الخيمة اللي يسكنوا فيها. أيوة، الخيمة اللي يسكنوا فيها يقدر يتلام. طب كم عددهم بتعز تقريبا؟ والله عددهم في تعز كثير جدا، يعني نقول لك إنه في تعز حوالي، لأنه عدد نحن 2 مليون أو أكثر، 3 مليون أو أكثر، فأنت يقسم الرسوم على تعز. طيب هل أنت متزوجة؟ نعم. معك أطفال؟ لا. كم قد لك متزوجة؟ سنة. ومتزوجة من خادم، اسمحي لي. نعم. خليني أقول كذا بس عشان يحسوا، أنا عارفة أن شخصيتك قوية وأني أتابعك، عرفتك، ما اسمحيش لأي حد يقول لك هذه اللفظة، بس خليني أتكلم لأنه رسالتي المجتمع أكثر من الباقيين. متزوجة من خادم؟ نعم. ما حلمتيش مرة تزوجي من قبيلي؟ لا أبدا. ليش؟ لأنه إذا حلمت أو فكرت حتى في حلمي سيضايقونني. حتى في حلمي، في حلمي سيضايقونني. كيف؟ يعني مثلا أنا إذا حلمت أنني أتزوج واحد قبيلي، أولا القرية والمجتمع القبيلة ستعارضني، لأنه قد حصل أنه في معارضة كثيرة لبعض من الناس، يعني في جبل حبشي قبل، يعني في جبل حبشي في خلال هذه الأيام. أيوة. حدث أن امرأة من البيض أرادت أن تتزوج واحد من السود، فانقلع 70 منزل يدمر. 70 منزل؟ 75 منزل يدمر، وهم الآن في الشارع، منازل الأخدام، ودمروهم قبل، يدمروهم. أيوة، فجروها. وفين الدولة وفين القانون؟ أيوة، لولا أنهم الناس يعني تكابلوا هذم الأخدام مع بعضهم البعض وسموا أنفسهم بأحفاد بلال لمناصرة المظلوم منهم السود، لأنه شعروا أن لا يوجد لديهم حماية، لا يقدم لهم دولة. فين راحت البنت هذه اللي تزوجت؟ للأسف الشديد لا أريد أن أدخل في تفاصيل أخرى تسبب لي مشاكل كبيرة، لأنه لا يوجد لدي ظهر يدعمني أو من يحميني. هي ما لا أعرفها. المهم أن تزوجت، سمعت قصتها سمعت قصتها ونظرتها وشاهدتها، كنت هناك أحد الأفراد. وكمان أنه في جزيرة من المستقلة، قصتها كانت موجودة في المستقلة بواحدة من الصحف. من الصحف؟ أيوة. طيب، المكتوبة. يعني تزوجت وخلاص وراحت، وبالتالي دفعوا أهلها الثمن. هل تعرفي أسر أخرى أيضا، يعني بناتهم تزوجوا قبائل، يعني نقول ما نسميهمش قبائل، نقول آخرين، يعني حتى غير أخدام؟ حتى وإن حصل وتزوجت، بالأخير هو من سيأتي يحس في النقص مع الأيام، هو من سيعيشها في عزلة، يعني في حسرة وعزلة. هو من لا يمكن أبدا. في رأيك هل
يعني انه واحد بيسمح لنفسه ان يتزوج من امرأة هو متخيلها، خيلها المجتمع صوره، والنظرة اللي فيه عايشة في قرطاس ذباب، عاملين هون في مش صحيح. احضر الناس. اذا انت نظيفه جميله طيب نحن اقتصمنا لابسه، الى قسمين، كيف نحن الان انقسمتم لقسمين؟ نحن عانينا، ما وصلنا لهنا يعني الا في تقصد تقولي معاناة. خدام اليمن مقسمين الى لا قسمين؟ لا مش مختلفين، اها خدام اليمن مش مختلفين، لكن نحن عانينا من العزل اللي الناس عايشين فيهم من الكبت، فضلينا وعانينا ان نحن ايش نتحرر. اولا انت ساكنه بمحوه ولا ساكنه في؟ في قريه انا كنت ساكنه. ايوه كلمينا عن الاخدام فين يعيشوا؟ يعني الان الاخدام يعيشوا في محوه مثلا، نحن عشنا في قريه عارف صحيح. المحوى في ناس المحوه هو ما مجموعه من الناس من الاخدام يعيشون فيها، يتحملهم الذباب وصفهم، ياكلون في قدور، يعيشون في مساكن ضيقه جدا جدا فيها الالاف من الاطفال، السبعه الثمانيه العشره فيها. كم معك انت اخوان؟ انا لدي اخوان ما شاء الله سبعه ثمانيه. سبعة. بس يبدو انكم وضعكم مختلف تعليميا، يعني على الاقل متوسط عدد الاسرة للاخدام يعني سبعة، ما بين السبعة والتسعة لا ولا ما بين؟ بين ال11 ال12، لانه عندهم ايش، لا عندهم عمليه تحديد النسل لا توجد. طب البيوت حقهم بيوت حجر ولا لا ايش؟ لا ناس منهم من يسكنوا في مجرى السيول، مجرى البلالع، ناس منهم من كان في تعز قبل اسبوع، قبل يومين اجيت في تعز القضيه انهم يريدون ايش، يخرجوا ناس من الاخدام، يخرجوهم من الاراضي اللي هي متملكه حق ناس، أها وهي وجدت في المستقله طبعا. أها ليش؟ لانه هم يعني الناس احتاجوا لارضهم، الناس احتاجوا لارضهم، اذا الاخدام فين بيروحوا بالله عليك؟ ما فيش معهم مكان محدد. لا يمتلكون، الاخدام في اليمن لا يمتلكون طب الا ليش ما اراضي. يشتغلوش؟ ليش ما يشتغلوش؟ يا طيب بالله عليك، اذا كان هذا الانسان لا يحمل شهاده، لا يحمل مجال فني، مهنه غير التسكر، ليش ما تعلموش؟ ما يتعلموش، لا يوجد. اذا كان فقير، ابا متسول، الام المتسوله، بدخل ابنه، لا طب بتقني مال، قادر يشتغل، قادر تبيع، قادر، قادر. لا طب قادر، حيشتروا منها لا الناس؟ يوجد لديهم دخل مال، لا يوجد لديهم الدخل. ان لم يوجد الدخل من عوامل الفقر، اذا وجد راس المال وجدت الاشغال. طب خلينا نتكلم على التعليم، عشان الوظيفه هي مرتبطه بالتعليم. انت لما درستي والناس اللي تعرفيهم كمان من بالمحوى او من الاخدام الاخرين، هل في مدارس ترفض التحاقهم فيها يعني؟ شوفي في مدارس يعني تقول لك يعني هلا في ناس يشوفوا المدرسين عنصريه، في مدرسين عنصريه، يعني كيف مثلا يعني؟ انت يا خادم المدرس، انا اعطيك من اكفاء، يقول له يا خادم؟ لا للطالب مثلا لما يشرح عن اه الاخدام، يعني مثلا هم من عصر ابرهة الحبشي، من ايام بلا، من ايام ابرهة الحبشي، مش يمنيين يعني لا ولا شيء. الحبشيين، نحن ان نحن من اليمن، والصومالي في اليمن له قيمه اكثر، اللاجئ له قيمه اكثر من الخادم، ليش له قيمة؟ مع راتب مثلا لانه مع اصلا دوله داعمه تدعمهم، والدول الغربيه، واتحداه يقول، واتحداه يقول للصومالي يا خادم. لكن انتم ممكن لكن نقول نحن لان تمارس علينا اكثر انواع الذل والقهر والمعاناه اها. والتشرد والاذلال. طيب يعني لما تروحوا مثلا تلتحقوا بالمدارس ما يمنعوكمش، لكن في تجريح معايرة. في عامل نفسي. طب الجيران، انا اقصد انت نحن باليمن كمجتمع ممكن بعدين تروحي وجيرانك ياذوكي، ايوه بس اجمالا الجيران بشكل عام، هل في معايرة للجيران؟ نعم، في، انا بقول لك شوفي، في مناطق تختلف عن المناطق، في مناطق متحضرة وفي مناطق بدوية، بدوية. انت خادم، خادم لا تتحضر لا تتعلم، مهما ارتفعت انت خادم، يعني بتظل في عينه خادم. طب احد قد ردد لك هذا المثل اللي يقول ماشي القادم ولا تاكله؟ ايوه وسمعتوها من كاتبه، انا طبعا احب اني كاتبه واكتب قصص واشعار، واحب انني اقرا كثير. وبنا تطرق لهذه النقطه، بس قولي لي، ما قد سمعتي ماشي الخادم؟ نعم. عم حد عايركم لا فيها؟ لا، في يقول لك من عامل الخادم صبح نادم، يعني وهذا وهذا علينا كيف؟ يعني يقول لك من عامل الخادم صبح نادم، يعني انك انت، وصفك انك انت حقير، وصفك انك خائن، وصفك انك غدار، وصفك انك يعني رمى عليك كل العوامل النفسيه الداخليه والخارجيه. طب قد اسمه ماشي الخادم، معناته الخادم ممكن يوقف مواقف كويسه. لا لا ايوه ممكن. بس خليني اسالك، وانت كنت طالبه مثلا نقول من صف اول لصف سادس، انا بقول لك المدرسه اللي واني في درستي؟ الجامعه. لا اول من الابتدائي، طيب عشان نشوف وضع في البدايه الطلاب من صف اول لصف سادس، كم عدد الطلاب او الطالبات اللي كانوا ينتمون لجماعه المهمشين ايوه، معك بالفصل؟ توجدي في اول السنه عدد الطلاب اللي ينتمون للمهمشين كثير جدا. اه
خلال أسبوع واحد ما اعتقدوهم في المدرسة. ليش؟ في عوامل متعددة. ليش؟ العامل الأول المدرسة نفسها ما حفزتوش. ليش؟ لأنه مثلا الطلاب أنت يا خادم أنت يا خادم وتكرار اللفظ. كم سمعتونا بالفصل وانت؟ ألف مرة. وإيش إيش كنت تشعري؟ والله كنت وأنا طفلة أشعر أنني لا أريد أن أتعلم، لكن بعدين عقدة نقص أثرت بآخرين أو في أيوة في ناس منهم من كنا ندرس أنهم تركوا المدرسة يعني ما عاد قدروا شيء. لا لا ما عاد قدروا. اولا هذا العامل الاول. العامل الثاني العنصريه في بعض من المدرسين. صحيح يعني مع احترامي للمدرسين، مثلا انا درست في مدرسه اللي جابني لهنا في مدرسه كانوا يلغوا العنصريه، يعني مدير المدرسه لغى العنصريه. يعني ما كانش يعايروكي ولا لا الناس انا بقول لك هم استخدموا معانا، هم يستخدموا. شوفي اليهود يجيب لك لعبه وينزع عن ابنه ويقول له شلي محمد، فجلس متعقد من محمد حتى يكبر. نحن الأطفال في الأسر يعني مع في البيت يقول له يا خادم، أول ما يبدأ ابنه يبدأ ينتشع يربي على ماو يا خادم يا خادم. فالطفل يتربى عليها كأنها لفظ عادي، يعني فمن يرى واحد أسود قال عنه إيش يا خادم. طبعا أنت حتى لو أن كنت أستاذة، حتى انت وصلتي انت وانت هذه بالابتدائيه، بالثانويه خلينا نقول مش بالثانويه بالاعداديه كان في مهمشات معاكي كمان؟ كان في مهمشات قليله قليل. بس كنت ابرز المواقف الجارحه اللي كنت متعرضه؟ نعم لها. يتعرضوا انك مثلا يجي الطالب يقول لك انت خادم مش عامل بالدراسه، والله مهما طلعت بتظل خادم. لكن اني الله اعطاني حسه ثانيه، يعني اعطاني انه مهما قال لي هذا الكلام يعطاني اصرار انني استمري استمر. طب في هو مثل شعبي يقول قد شفت قنات الخادم، وكان كتب القيرعي انه نحن ناكل موتانه ويسخر لانهم قالوا اين يودوا موتاه، فين تقبروا موتاكم؟ لا شوفي هم الان من خلال هذا المنطلق اللي هم قالوا انه ما فهموش القيرعي مو اراد ان يوصل، يعني هم القيرعي اراد ان يقول لهم مش هنا الناس بعضهم قالوا انه نحن ناكل الاموات، رجعوا نحن مثل الهنود نحرق امواتنا. لا هم القيرعي اراد ان يقول لهم في البلاغه نحن لا توجد لدينا يعني اراضي نسكنها، كيف سنقبر امواتنا؟ يعني لا توجد لدينا اراضي نمتلكها نسكنها، كيف سنجد اراضي لنسكنها؟ ايوه اول ما تبداي تسكني تعملي عاريه. سمعتي بالعاريه؟ لا. هذا عاريه ورقه انك ساكن في حق القبيلي. يعني يا استاذه لا تقلبيش علينا اجراحنا، يعني اذا اردت ان تنقلي، اذا اراد الخادم القبيلي ما اردت ان تطيعي او تعملي بالاخره او استغنى عنك اكتفى منك بالذات هذا في تعز ارحلي. واذا ما رضيتيش ان لم بالقوه ترحلي، لانه لا يوجد لديك ربو داخل. نحن الخوف القهر الكبت الاذلال من ذاك العصور الى حد هذه اليوم. طب انت تشعري بجد انك يمنيه صح؟ نعم يمنيه ويمنيه، وانني مواطن ولي حق كما هو يمني ان لي حق المواطنه. كم عدد او نسبه الخدم اللي حولك على الاقل تعرفيهم مقتنعين بانهم ليسوا يمنيين وانهم احباش؟ لا 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 يوجد، يعني يمنيين كلهم بقناعة. واحد اثنين ثلاثة قليل بس اللي هم من زمان، لكن الآن لا. طيب هم يمنيون. نرجع كمان لموتاكم وهي مؤلمة جدا جدا، وأنا آسفة يا مسك أقلب عليك المواجع، بس إحنا نشتي الناس يفهموا كأنكم بشر زي ما نحن، وإيش اللي تحسوا بالضبط؟ إيش شعورك لما ما تشوفش أي جنازة؟ يعني نحن مثلا اللي قريب لك وما في لهش جنازة، إيش شعورك؟ والله يعني طبعا إنني بنحبط. ليش نحن نشاركهم افراحهم؟ اذا عملوهم فرح نحن يشوفوا الناس كلها معشر يعني المهمشين ومشتش الفضا، يعني وطبق علي قد قالتها استاذتهم، يعني قد قالتها استاذتهم اعترفت انها خادمه. لا مش الاعتراف، هذا لا كذا. في ناس متخلفين، في ناس متخلفين يعني مع احترام، يعني هون بيقولوا الان هذا مثقفتهم. لا يعني نحن نلغي العنصريه يا استاذه، نحن الان نحارب لإلغاء العنصرية، لإلغاء إن نحن من وقت شيء نقبر أمواتنا ويعيشوا أحياءنا. في جنازة تعرفيها أو آخر جنازة شفتيها لخادم؟ قد شفتي جنازة الخادم؟ نعم. في فلتم جنازات؟ في عندنا جنازات. طب من فين اجى المثل الشعبي هذا؟ المثل الشعبي هذا خيالي، ماذا بس طبقنا على الاخضر ويمشون الناس معاكم بالجنازه؟ والله شوفي ان كان المثل الشعبي هذا جاء زمان كانوا ما يمشوش بجنائز الخدام. وهم جابونا من معاناة حقيقية فعلا، لأنه أنا على علمي أنا يا أستاذة إنني كنت أعرف إنه في قبور في قرى زرتها وعملت بحث مثلا، مش إلا بالقرية اللي أنا فيها، لأنني أنا وهبت نفسي أن أكون باحثة.
أن أكون باحثة في قضية الأخدام، كفي أكل وكفي أشرب وكفي أنام. مناضلة وخير من يمثل الأخدام، بس كمان اجتماعيا لازم نحط يعني المعاناة، يعني يمشوا معاكم بالجنازة وفي جنازة. في مقابر والله موجودة فيها كمقابر اليهود، يعني مقابر إنه مقابر وحيدة للأخدام. بس يعني الأخدام هناك يقبروا لحالهم، لا يقبروا مع البيض. لأنه يقول لك أنا سألت امرأة، قالت أنا لماذا؟ قالت لأنه نحن لما يقابل نحن الله سبحانه وتعالى في القبر من الزمن، من الله لما نقابل نحن الله سبحانه وتعالى وننزور، إيش ننزور نحن مع الأخدام؟ شوف العنصرية فين وكذا، للدرجة هذه، للدرجة هذا. شوفي مثلا هذه متعلمة اللي قالتها كذا، لا من اللي قبل يعني، بس يعني المتعلمين، المتعلمين يقبلوها، يقبلوها يعني بشكل بسيط. يعني كيف مثلا المتعلم، بس لا أتحدى واحد متعلم يقول أنا سأزوج بنتي خادم. ما قد حصلتش، ما قد حصلتش. طيب كلميني على الزواج عندكم، الزواج المهر، المهر كيف، الطقوس، في اختلاف ثقافي مع بقية اليمنيين؟ يعني يعني مثلا اليمنيين اليهود يختلفوا عن اليمنيين الشيعة، اليمنيين كل واحد له اختلاف طفيفة. لا نختلف في عادات اليمنيين كأن احنا مواطنين. كم المهر، كم دفع زوجك مهرك؟ والله زوجي دفع مهري على حسب قرية اللي عيش فيها. كم؟ 200,000 300,000 بس. وذهبك وكذا؟ وذهبني، لا يعني صراحة ذهبني أبي. أها. لأنه أبي شوية 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 ميسور، فذهبني أبي. يعني ليش أبوك ميسور؟ أبي ميسور لأنه أنا مثل ما عانيت، وأني الآن ربما أكون ميسور، والفتى ما قال أنا مش من أبي. واصل واصل بعدين أبي بعدين. واصل واصل وكافح وكافح لأنه عاش في زمن العنصرية القح. طب إيش أكثر وظيفة حلوة ذي القح؟ إيش أكثر وظيفة منتشرة ما بين الأخدام؟ ألا جيتي ضربتي على الوتر الحساس يا أستاذة، من اللعاني مكنسين، عمال نظافة، خياطين جزمات. أيوة، وإيش وإيش عمال نظافة اللي هم الآن انشري وقدي الآن في الشارع، هل ستجدين واحد من البيض عامل نظافة؟ حتى إن كان فقير سيعمل انه مدير مشرف يعني صراحة، لكن عمال النظافة هم الأخدام. بس في 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 قلة، لكن قلتي النظافة واحد، اثنين مخيطين جزمات، يشحتوا كمان صح؟ ايه يشحتوا، التسول حتى يا أستاذة، التسول، التسول ما خلنا نحن نعيش في حالنا في التسول. يعني يا أستاذة شوفي، ايوه اخويا شوفي بقول لك حاجة، انه حار نحن معاهم يحاربوا التسول، لكن بعد ما يقبل لنا نحن مصادر رزق، مصادر رزق لنا لاولادنا او نموت. قاعدتين اثنين يقبل احنا مصادر تسول يعني رزق، لا ما يشتك تتسولي وعملوا الان اللي قالوا هنا وقلتوها في صنعاء لما نزل معي بحث في سعوان وفي وين، سالت احدى قالت والله لو صدقي يا استاذه انني يحاربونني اللي بالتسول، منع التسول صحيح، يعني يجي واحد مثلا ابيض وكذا ممكن يضغط. بس في حاجه ونحن معلش احنا الان نطرح الصوره بايجابياته وسلبياته، في حاجه مرتبطه كمان بقدره الاخدام على العمل. يعني تخيلي في مثل يقول يوم الخادم عيده. طيب أيه. هنا تمام. هل هذا صحيح؟ يروح يشقي يشقي وشلبس وخزان كياف، لن أقول أبدا مش موجود، والآن لأنني أنا لا هي موجودة. ليش يا أستاذة؟ لأنه أصلا هذا مقتول من داخله، الهدف مات، الهدف عنده ميت، يعني لا يوجد له هدف ولا طموح، يحنتر لهنا، يشوف شوف شوف لهنا، ما يشوف إلى أبعد. يعني المجتمع اللي عاش فيه حصره، خلاه يعني هدفه بسيط، فلذلك هو ايش ياكل ويعمل. وهذا لا اثنين جنبين، ان نحن نعاني من البساطه، يعني نحن بسطاء، نحن في اليمن نريد نقول طيب ليش ما تشتغلوش؟ شوفي طيب نشتغل. قادرين انهم يشتغلوا بوظائف اخرى. طيب نحن استاذ نشتغل، لكن نشتغل بقول لك شيء، هم يشتغلوا مثلا، وهذا عيب في حق يعني في حق هذه الفئه، لانه صحيح ويشتغل ويقدر انه يطور نفسه، ومن هنا الآن أني أدعو إنك تقدر تطور نفسك، ابحث عن عمل، لا تجلس في البيت، لا تحصر نفسك في بيئة، انطلق. صحيح. طب هل في ناس راحوا يبحثوا عن عمل ورفضوا لأنهم أخدام؟ رفضوا عن أنهم أخدام، يعني أنا أقول متأكد نعم. أنا سمعت عن قصة، سمعت عن قصة من الشباب، قال لي أحد الشباب أنا منعته من دخول الجامعة لأنني خادم في تعز. كيف الجامعة؟ يعني كان أراد أن يسجل محاماة.
طب ليش ما رفعت دعوى قضائيه فيها؟ والله يا استاذه عني هذا الابن هو من اسمى نفسه حفيد بلال الان، وهو شكل له حزب اسمه حفيد بلال، وقال انا ما اصدق، لا انا متى شكل، متى تشكل الحزب او الجماعه هذه؟ هذه الجماعه الان هي ظاهره الان، وهم يتواصلوا بالفيسبوك، يتواصلوا مع بعض، يعني في نشاط، في نشاط سياسي يعني. طب قبل ما ننتقل للنشاط السياسي، ايش اعرف منك حاجه، ايش اكثر موقف جرحك بطفولتك وتتذكري، لانه انت يعني ما شاء الله عليك كافحتي يا مسك، وانا معجبه بكلامك وطرحك، وحاسه انه في زعيمه للمهمشين قادمه وناضلتي، بس في ايش الموقف اللي ما تقدريش تنسيه ابدا؟ انا مش لا تقولي لي هذا عني، اكثر موقف حالنا، اكثر موقف يجرحني، اتخيلي انني مثلا اشوف امراه مهمشه تضرب بشدة بقصوى، يعني من يضربها؟ يعني مش أخوها، ولا بقول لك يضربها المجتمع، البيئة بشكل عام تضربها. العنف منتشر عندكم مثلا؟ الأخ يضرب أخته، الأبي، لا نحن مو، نحن ناس بسطاء يعني، كيف الأخ بيضرب أخته؟ نحن في بسطاء، لو كان في ضرب، في حاجة، في قهر، ما باقي لهنا يعني، يعني ما فيش عقدة في. شوفي يا أستاذة، نحن بيننا البين رحمة، بتشوفي اللي هو من عدن يرحم اللي هو في تعز، نحن في عندنا غريزة اللي هي تعاطف وتكافؤ، ما فيش عندنا اختلاف أبدا، نحن لا نختلف، قضيتنا قضية، ربما نختلف اختلاف شخصي. طيب إيش يأكلوا؟ ليش عندنا يعني، أنت مش عارفة إيش نأكل نحن يعني؟ لا أنت ليش يا أستاذة؟ لأنه لا وظائف، لا فلوس، أوضاعكم ساكنين بمحوى على قولتك قرطاس، إذا كنت بتتحركي من مكان لمكان توقعي على ورقة اسمها عارية، حتى اللفظة حقها مزعجة، وبالتالي إيش تأكلوا عادة؟ يعني ربما حقا الأكل مخلوف. لا يعني والله بقول لك، بسألك مع أبسط الناس، أني هذا شاهدته بأم عيني، إنه بعض من الناس يأكلون مما تبقى من مخلفات الناس، يعني إما يتسول عشان يربيه هذا الطفل ويأكل مما تبقى من بقايا الناس، وهذا عيب في زمن إطلق عليه الإغريق، يعني يمن السعيد. في ناس يأكلوا لحمة مثلا؟ والله هيني قل على الناس هؤلاء، لا ما يعرفوش اللحمة إلا إذا مات واحد مبسوط من البيض. طيب عزمكم الجيران بقول لك على هذا النقطة، إذا مات واحد مبسوط من البيض لأنه يذبحوا له وبتيجي، وبعزمك ان شاء الله يوم في موقف يعني من حق البيض، بتشوفي 100,000 خادم. في لي بتكلم انت على البيض والسود، بس لما ادخل بالجانب القانوني، بس ايش تعرف، هل تلقوا دعوات من جيرانكم، تحضروا عراس، تحضروا يعني العلاقة الاجتماعية هل هي طبيعية؟ بصراحة العلاقة الاجتماعية أستاذة ما بتقوليها عني انني أستاذة، لا أنا بقول لك عن المرأة اللي هي عائشة هناك، اللي هي ابنه ما عنده بنطلون، اللي هي ابنه اللي هو عاش في المحوى، اللي هو لا يمكن أبدا. لكن عني أنا مدرسة، يعني أنا كافحت حتى تقابلي، يعني أنني درس عيالهم بيقابلي يعني حتى على الأقل علشان الدرجات. طيب إيش النصيحة اللي نصحتك أمك أو أبوك، وكانت نصيحة خاصة وأنت صغيرة لك، لأنك فقط تنتمي لهذه الفئة؟ طيب نصحني أبي بنصيحتين اثنتين، إذا جاء يوم يا مسك من يوم من الأيام يعني وأنا مش موجود، لازم تكافحي، لازم تنتشلي نفسك، وهذا والله الآن ربما أبكي يعني، لازم تنتشلي نفسك من المكان هذا القذر اللي حاطه نحن فيه بالمجتمع، لازم تدرسي، أول شيء تعملي إنك تدرسي حتى وإن جاء أنا بتسول، بس أنت درسي. أمك إيش نصحتك؟ أمي نصحتني، قالت لي ادرسي، تعلمي، انخلطي، حاولي إنك بقدر الإمكان تجاهدي، وبعد إذا وصلتي لمرتبة مثلا إنك تكوني أستاذة، والآن أنا أطبق ما وصاني فيه أبي. هل أنت وصلتي أستاذة؟ طيب. مستقلة اقتصاديا، امرأة أنيقة، مرتبة، جميلة، هل ما زال المجتمع طارحك بنفس الخانة برغم كل اللي وصلتي له وما حصلوش عليه أشخاص آخرين؟ ربما بصراحة نعم. ربما نعم أيوة، مع احترامي نعم. زي إيش يعني أستاذة مثلا، أنا بقول لك الآن، لو كان واحدة مثلي تدرس مدرسة تعاقد مثلا 6 سنين، ولا الدنيا كلها بتتكبل، لا يمكن أبدا ما تظل، لكن أنا وعادي ما حد سمع عني، أنا مثلا أروح عند الخدمة المدنية ومن هنا الآن اشتي أخدم نفسي، يعني أروح الخدمة المدنية وأجي أقول له أنا فرحانة، قلت من تعز وأنا فرحانة، وأقول له لو سمحت تعال واتصل له، أنا هنا موجودة في المكتب عشان يوقع لي أنني كنت أشتغل في مدرسة. يقول لي للأسف الشديد يا أستاذة أنا لا أحلم أنك أنت تدرسي 6 سنوات، 6 سنوات
ما تعرفيش. وكل ولو جبتوا لك حق، بس هذه مشكله ممكن مكرره مع اغلبيه اليمنيين، مش مع يا استاذه لا، نحن كفئه مهمشه. ان قالوا نحن الان اجي مثلا اتكلم مع واحد، مثلا اروح عند وحده حقوقيه تقول لي يا استاذه نحن نلغي التهميش، ايوه، لكن اذا لغت المفروض انهم اذا ارادوا ان يلغوا التهميش نحن نعمل له احنا حافز. هذا البيئه اللي تخرج من القراطيس، البيئة اللي تخرج من القراطيس يكون لها وظيفة مباشرة، يكون لها منحة دراسية نسبة. مباشرة. أيوة هذه عن الدولة. بس قولي لي نتكلم بس عن الانتحار والاغتصاب، وبصراحة كم حالات الاغتصاب والانتحار المنتشرة بين أوساط أخدام اليمن؟ عملتوا بحث عملتوا بحث قبل 3 أيام، ومن قبل كان عندي فضول. تخيلي إنه الانتحار مليان، يعني لكن قولي لي الاغتصاب. الاغتصاب بالله عليك، امرأة قديب من الأدباب ومع احترامي وفقيرة، والآن في تعز واحدة حكماء والله أستاذة، واحد آجا يقول لي لماذا يا أستاذة لا تخرجي معنا، لماذا لا تجاهدي، في واحدة عقماء اغتصبت تحت الكبري، يقول لي تحت الكبري وعقماء خرصها تطلب الله، وكم عمرها؟ صغيرة، أن يقول ما بين 10، لا يحضرني الآن 10 أو 11 سنة أو أكيد بهذا الشكل. وكيف وضعها؟ طيب ومن لا لها ظهر؟ طيب من هو الفاعل؟ لا نعلم. وحدة قتلت في الدشنة في الدشمة في الدشمة في تعز، أو كنت موجود وفي التلفون يعني، من قاتلها لا حيعلم، هي طفلة صغير عمرها كم؟ 10 سنين. الحالات هذه لما تتعرض عندكم بنت لاغتصاب، أهلها كيف يتعاملوا معها؟ خلاص أهلها ما عاد يشتوها. حتى عندكم كمان قد المجتمع قاهركم قاهركم وعنصرية، ما حد يشتي بنت تجيب له العار، لأنه في داخله أصلا، وقد العالم كله طالب عار وعارية. هنا الآن داخله يمني، عشان أثبت لك أنه يمني مش أجنبي، عشان أثبت لك أنه سلالته يمني، وجلس 70 سنة يعني، وأكثر من 100 سنة من هذاك السنين أنه أصله يمني وينتمي أنه يمني ويحب اليمن. أش تعرف الآن أش قدمت ثورة 26 سبتمبر، وواحد من أهم أهدافها إزالة الفوارق، وإيش قدمت الاحتجاجات أو ما يسموها ثورة الشباب ومشاركتكم السياسية، ولكن بعد الفاصل. طيب مشاهدينا فاصل ونعود لنعرف الكثير عن أخدام اليمن الذي يقارب عددهم 2 مليون يمني، كونوا معنا. مشاهدينا مرحبا بكم مجددا، ونعود للأستاذة مسك سعيد من فئة المهمشين أو أخدام اليمن لنتعرف أكثر على الواقع السياسي والاقتصادي لأخدام اليمن. طيب خليك صبورة، بقيس أقول أخدام وإحنا حنحارب الفكرة هذه، بس خلي الناس يحسوا بوقعها وبشكل كبير. أشي سألك يعني ما الذي قدمته ثورة 26 سبتمبر لكم؟ هل تمت إزالة الفوارق بين الطبقات والتمييز واستفدتم منها؟ أنا أقول لا. ليش تقول لا؟ أقول لا لأننا أصلاً عشنا من هذاك الوقت، من ذاك الزمان إلى حد الآن، ونحن في عنصرية، في تفرقة، في يعني من ذاك الزمن لحد الآن ما تغير شيء، ما تغير أبدا. بعد الوحدة كان في أخدام الجنوب وأخدام الشمال، وضع أخدام الجنوب أفضل قبل الوحدة، بعد الوحدة عانوا أكثر، هل هذا الكلام صحيح؟ أنا ربما أقول نعم، ربما كانوا أخدام الجنوب قبل الوحدة يعني أنهم لأنه عندهم النفط والموارد والثروات وكله عندهم، كانوا مرتاحين، حسوا بعملية التأثر والتأثير، تأثروا. لكن ربما لو قلتي أخدام الشمال لا، لم يتأثروا، ما حصل لهم تأثير. طيب أجاءت الاحتجاجات وقيل الثورة ومعاناة الناس، أيوة. وأنتم أكثر ناس تعانون، يعني واضح للكل وما حد يقدر يزيد في هذه النقطة. هل شاركتم في المظاهرات والمسيرة؟ نعم شاركنا بمظاهرات عدة، لكن إحنا نذكر من وجد منا شهداء، منا من ذاك الوقت زمان والآن، مش خلي زمان، إحنا نتكلم الآن من 2011. طيب خلاص من 2011 في معكم شهداء وجرحى؟ في معنا شهداء، في معنا جرحى، في معنا احتجاجات كبيرة. طب تعال قول جرحى حقكم. هل ذكرهم التاريخ؟ قولي لي. لا هذا الآن. هل ذكرهم الآن نذاكر إنه في خادم قدم؟ لا أبدا، مبسوم عليهم إنه الأخدم لم يخرجوا لثورة أبدا، هم هادئين، يعني نحن عارفين إنه الأخدم لم يخرجوا لثورة، وهم بالعكس خرجوا، أنا أول واحد خرجت. طيب لما انطرحت القنبلة في تعز. أنت أيوة كثورية، خليك تكوني منصفة وتقول لنا الموقف السياسي العام. في ناس مع طرف الرئيس صالح، في ناس مع الطرف الآخر، كنسبة بأمانة تاريخية
نسبة الأخدام التي كانوا مع الرئيس صالح واللي كانوا. شوفي يا أستاذة، سؤالك كبير، لكن بقول لك شيء، نحن بالوسط، ودائما لأن نحن ضعفاء وما فيش عندنا قوة يعني ظهر وما فيش عندنا، نحن دائما مع الأقوى. أمك تشجع من؟ أمي تشجع الأقوى. من؟ يعني بدون مين؟ يعني اللي هو كان أقوى هناك ولا الأقوى هنا؟ اكسري الخوف الذي داخلي. لا أنا ما أقدر أكسر الخوف يا أستاذة. شوفي قالت ما حد يقدر يكسره. لا شوفي، هذا يعني حق زمان يختلفوا علينا، نحن الآن نحن بثورة جديدة وأنتم سألتين عن الثورة الجديدة. زي ما قلت أنت ثورية، قولي أمك تشجع من؟ أمي تشجع التغيير. خلاص جميل. يعني تشجع أمي التغيير في كل أنحاء، ولكن كان عندي النوع عبد الله صالح خرجه من القهر ومن العبودية حق الإمام. يعني مثلا إن لقيت أقول له يما، قال أبدا، علي عبد الله صالح خرجني وعملني وتركني وما اقدرش. والان لو قلت اقول الان بعد ما يطلع عبد رب منصور هادي ويبدا يثبت قوته ويعمل، بتقول لي انا مع عبد رب منصور هادي. اي لانك ثوريه اصلاحيه. طيب يا كم عدد المهمشين الذي مع التجمع اليمني الاصلاح؟ والله شوفي بقول لك، شوفي يا استاذه مع احترامي، انا بقول لكم مقدمه قبل، يعني هم كل الاحزاب استخدمت نحن سلام للصعود، كلهم كل الاخدام استخدمت نحن سلام للصعود مع احترام يعني. لكن انا بقول لك الان، يعني كم مع الاصلاح؟ في مع الاصلاح، في مع المؤتمر، ما بقول انه في ناس مش اصلاحيين، في ناس اصلاحيين وهم اصلاحيين، وفي ناس مؤتمريين هم في البيت مختلفين، ناس احنا يمنيين. بس استفدتم من هذا ومن هذا. والله ايوه، هنا الان قولي لي، ذا النقطه المهم، لم نستفيد من كلاهما الاثنين. طب في اخدام مع الاشتراكي والناصري؟ في اخدام مع الاشتراكي والناصري، قد قلت لك احنا مع اللي هو تجديد. يعني انا بقول لك شيء، يعني مع اكثر من طرف. طب في اخدام حوثيين؟ لا ابدا، لا يوجد أخدام حوثيين. ليش؟ لأن الأخدام وطنيين محافظين. لأقول لك كلمة، لم يرهبوا، لم يعملوا، برغم أنهم شوفي بقول لك وناقل هذا النقطة، لم يفقروا، لم ما ذكروا أنهمش بالحوار ولا بأي حاجة ولا بالسياسة، ولم يعملوا لهم نقطة أنه يكون واحد رئيس ولا واحد، ما شكلوش بأي عمل عمر، ما فيش مسلحين. شوفي أبدا، بس الحوثيين كمان وطنيين، ما حد له الحق أنه يخرج تيار عن تيار من الوطنيين. أنا لا أقدر أقول عن أحد أنه هذا كل هذا كمان، بس في حوثيين أخدام. لا يمكن. طيب خلينا الآن أسألك سؤال وتردي عليه بأرقام، كم عدد الأخدام الموجودين في مجلس النواب؟ والله للأسف الشديد، إلا إنهم جنوبيين ولم أتواصل معهم، لا يوجد خادم. ليش؟ لأنه يا أستاذة نحن سلام للصعود، يركبوا على ظهرنا. قولي هل واحد قشفتي واحد بقول لك شيء، يعني هم يركبوا فوق نحن ويطلعوا لمن يبدأ، إما محافظ وإما مجلس النواب وإما بس. هل يعني الخادم هذا اللي يجي، هل الخادم يجي يطرق بعد ما يطلع على السعود، هل يجي يطرق بابا وبتلع؟ ايش يشتي الخادم؟ ايش معه الخادم؟ بس يظل خادم، يعطونا يعني 50 ريال يرحل. ما فيش مجلس النواب، في معاكم في اخدام في مجلس الشورى؟ يا الله، هذا مصيبة اكبر. مجلس الشورى وخادم، لو وجد في مجلس الشورى يا استاذتي لما كان حالنا الى هذا. يعني معهد الرئيس صالح ما ادري، رغم انه في قيادين بالمؤتمر الشعبي العام اخدم، لكن ليش ما عينش مثلا بمجلس الشورى؟ طب بسالك بالحكومه، بالحكومات الاخيره قبل الوحده وبعد الوحده، في اخدام كانوا في الحكومه وزراء او رؤساء وزراء؟ في خادم مثلا رئيس وزراء؟ الله اكبر، انا سمعت عن محمد علي باشا الخادم. محمد علي باشا الخادم سمعت عنه. من ذا محمد علي باشا؟ بمصر كان محمد علي باشا الخادم يعني. وقصة، لكن إنني سمعت عن واحد وزير خادم ولا مجلس الوزراء مستحيل أبدا. طب بالمجالس المحلية؟ بالمجالس المحلية للأسف الشديد ربما بيقول أهم. طيب في مثلا نقول خادم شيخ، بس فهمي وجهة نظري إنه حق الحوثيين، قلتي لا يمكن، وكأن ما وضحتي ليش لا يمكن. طيب يكون في حوثي خادم، ايش المشكله يا استاذ؟ انا بقول لك، انا لم التقي لحد اليوم بالحوثيين ولم اعرف، ولا ليش انا بصنف لك اقول لك ايوه موجود وغير موجود؟ يعني ما تعرفيش خادم اقول لك انا حوثي مع الحوثيين؟ ايوه انت تساليني، ايوه من هنا من هذا الجانب. اساليني هل وجد لك في قريه تعز في صنعاء الان اللي عرفتيهم في واحد يقول انا حوثي؟ ايوه في. لا ابدا. طيب هذا ليش؟ لانه مواطن. طيب يمني في هل انا بقول لك سؤال بسالك الان، هل انت قد سمعتي واحد من هنا صنعاء يقول انا حوثي؟ سمعت يعني ابيض؟ لا، وانا الان ما سمعتش والله عندي انا. طيب الان في المجالس المحليه لما انت تتحدثي قلتي يمكن في، ممكن قد انتخبتم خادم او كذا؟ لا ما اذكرش.
يعني في معك بالمقاييس المحلية كمان أخدام موجودين؟ لا ما أذكرش، ما بوش. طيب. أنا درست التاريخ وأحب التاريخ، لم أرى مدون اسم خادم إما في السلطات التشريعية أو القضائية ولا التنفيذية واحد، ولا بأهم الوزارات، وزارة التربية والتعليم، ولا وزارة الصحة، ولا وزارة في مدراء عموم. مدراء عموم يا أستاذة هم جالسين في قرطاس، هم جالسين في زيك، بس في زيك مثقفين. لا اللي هم زي عانوا عانوا، وما نقول لك أنني يعني معاناتوش. يعني ما تكوني حتى على الأقل مديرة عام. لا الآن أحلم، الآن أحلم، هم مش دعوا للتغيير. بس الآن ما فيش، الآن لحد الآن ما أبوش. حتى بعد التغيير أول واحد من يلقي مع صحفية خادمة هو أنا. طيب تمام، خلي نخلص هذه النقطة السياسية عشان تكون واضحة. هل دعيتم مثلا في إطار خطط خمسية أو كذا تشاركوا بصياغتها؟ يعني إيش خالي، لأنه أنا متعلم الآن، ما أعرفش مو خمسية مو ربعية مو ثلاثية، وأنا متعلم وحافظ ومعي شهادة صنص. اتضحت الصورة للجمهور. أيوة. طيب كمان سؤال مهم فيما يتعلق بالأحزاب، هل في قيادات للأحزاب من الفئات المهمشين؟ في قيادات، يعني مثلاً أنا أقول لك مجمعين. مثل مجمعين يعني مثلاً للأخذ بعملية الانتخابات؟ لا لا قيادات، مثل المؤتمر الشعبي العام، القيرعي عضو لجنة دائمة صح؟ القيرعي. طيب. من غيره؟ الإصلاح، التغيير عندكم معاكم بقيادة الإصلاح أخدام بمجلس الشورى؟ دحين القيرعي يعني ممثل بأنه مجلس شورى القيرعي؟ لا بالمؤتمر الشعبي العام في حزب المؤتمر. أيوة. هو قيادي. هو قيادي. هل يوجد قيادي؟ قيادي. قولي لي قيادي، ما تقولي لي ممثل يعني أنه معصب. طيب هل قيادي، في قيادي بحزب الإصلاح من الأخدام؟ طيب شوفي يا أستاذة، أي ربما سؤال فيه. أيوة نعم. من؟ مليان. من قبلي اسم؟ اسم واحد مثلا قيادي في حزب الإصلاح، خادم. خادم ومنشهر يعني و قيادي، عضو مجلس شورى، عضو مجلس الشورى. هل يرجعوا لعنده يعني يفتكروا؟ لا لا، هل في مجلس الشورى يعني عضو مجلس الشورى او الهيئه العليا في خدام؟ في الهيئه العليا يعني للاصلاح، فوق من الاصلاح يعني صدر هذين الامور. لا يوجد، ربما لا يوجد فيها، بس اطرحها. انت كنت متابعه فيها بالاشتراكي؟ ايوه بالاشتراكي. والقيرعي هو ساعة مع المؤتمر وساعة مع الإصلاح. لا لا، عضو لجنة دائمة، دائمة، عضو لجنة دائمة. أيوة. وحضر وحضر ضمن المسيرة حق 27، وكان مع الإصلاح يا أستاذة، وحضر باللقاء حق المؤتمر، المؤتمر اللي كانوا مشاركين هنا. طيب يا أستاذة، بس عشان نعرف في حزب خاص بالأخدام. طيب أيوة كذا قولي لي في الإصلاح. أنا بقول لك هذا هنا عن الإصلاح، في قياديات ماسكة، في قياديات، بس يعني إنه ما يتمثلوش بالسلطة خارج وخارج. من؟ يعني مثلا في والله ناس، مثلا اخي ابن عمي. طيب مثلا ابن عمي، ابن عمك بالاصلاح. طيب ابن عمي في كثير ناس في لحظة الاصلاح. لحظه قولي لي ايش موقفه، ايش موقعه يعني يعني مثلا عضو عادي طبيعي في مثلا، هل هو مثلا مدير مثلا انا كنت رئيسه دائره، رئيسه دائره، رئيسه دائره، مركز رئيسه دائره. تمام، كنت رئيسة الدائرة. جميل، هذا مهم جدا. كم في عدد كمان من المهمشات يعني رئيسة لدوائر؟ لا يا استاذه، انا استاذه بس، لانني كنت استاذه متعلم وفاهم، وهم كذا يقولوا لي ما انش داري من. اذا عليك مهمه كبيره مستقبلا لازم تركزي عليها. نرجع للجانب الاجتماعي والقيادات عشان نعرف بس الاخدام يعني ايش معاهم، يعرفوا الناس. هل في خادم وقع شيخ عندكم مثلا مره؟ لا ابدا ما وقعش. هل في خادم رجل دين وداعيه؟ رجل دين وداعيه من الان؟ ايوه من الان او السابق. يعني من الان وجد. من وجد مثلا؟ انا بقول لك والله هذا موجود يعني، وما بقول اني لعن الله الشيء يعني من كثره انا وهي من الشيطان. يعني مثلا اني ابي مش ضروري منشور قدام الناس انه رجل دين وداعيه، لكن هو مثلا يعلمك اللوازم الدينيه. وفي كمان بقول لك يا استاذه، ابيك مسافر، هل معك في خادم يطلع فوق المنبر يخطب بالناس؟ لا ده كان من سابع المستحيلات يا استاذه انه خادم يخطب. طب اذا كان الجانب الديني ما كساش الحاجز هذا؟ الجانب الديني ما انت رئيس الدائرة في الإصلاح، ما قدرتمش تكسروا هذه الدائرة؟ لا لا، نحن نسعى، أنا أقول لك الآن نسعى لكسر هذا الحاجز يعني. وتحتاجي توعية أكبر. طب أيوة. معاكم نقابة خاصة فيكم كمهمشين؟ لا لا يوجد في نقابة المهمشين. مو نقابة المهمشين يعني يا أستاذة، هذه النقابة تخدم نفسي في نفسي. يعني ما حسيتش اسم. ما حسيتش إني موجودة يعني؟ لا يا أستاذة اسم، أنا ما أقولش عن نفسي إنني موجودة أو مش موجودة. يا أجي أسأل بالشارع هذيك، يقول له انت وجدت لك نقابه اللي اسمه وجدت لك في دعم. صحيح. البسطاء. طب في خدام انضموا للقاعده؟ للقاعده اسالك اني ما انش. لا لا انا اقول ما فيش، ما اقول لا ما فيش الا لو يعني، ولا الكل متفق مساكين على تهميشكم؟ الكل الكل
متفق على تهميشنا يا أستاذة. طب الآن حنجي للسياسة ونقترب من صنعاء قليلا. خرجت مسيرات للمهمشين يطالبوا المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني. نعم. هل تواصلتم مع اللجنة الفنية؟ أيوة. وتواصلتم مع القيادات المختلفة؟ طيب إذا أجيت الآن يا أستاذة للوتر الحساس الذي جابنا إحنا من هذه المناطق القروية والمناطق البعيدة، وشكلنا وعملنا رؤية، وهذه الرؤية يعني الذي أصغناها وترأسنا حتى القيرعي موجود. حدثينا باختصار عن رؤيتكم. طيب. للحوار الوطني. الرؤية حقنا أولا واحد، مثلا في بعض الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الدولة مثلا قلنا في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي مثلا أولا، والجانب الحياة الاجتماعية، في الحياة الاجتماعية مثلا إن الدولة تعمل لنا إحنا تدويق إحنا في التعليم المجاني، إعداد لنا وظائف، في تخصيص لنا وظائف لهذه الفئة، كوتا بكل كوتا يعني بشكل عام، إيجاد لنا يعني ما هو ما أقول لك العمل المهني للأميين. ما طلبتم شنو نقول لكم للمدينة السياحية زي اليهود؟ والله كنا نتمنى انه يكون معانا مدينه سياحيه. نحن عملنا نحن في تجمع يمني، في تجمع معانا منحصر منعزل بيت جنب بيت، يعني كانه الخادم هذا ما عندهش غير على عاره، يعني اسمه المحوى، اسمه مش محوى يعني مصر، هذا المخيم، مخيم المخيم مش مخيم مصمي، اللي هي الان مدينه سكنيه، مدينه سكنيه. من اللي عمل لكم؟ والله دول الخليج انا على ما اظن، هنا سمعت مش في القرى، في القرى الناس جالسين لحد اليوم لم يدخل عليهم التحضر والتمدن. أحمد الكحلاني عندما كان أمين العاصمة عمل مدينة كمان ونقلوا بعض الأخدام، بس تظل صغيرة لا تتناسب من غرفة يا أستاذة، مع غرفة وحمام وبيت جنب بيت وبيت جنب بيت، مدينة سكنية يعني أنت لخرجت يعني بشوفك، يعني لخرجت هذاك بيشوفه وهكذا. وقاموا عادة أكبر، في صحيح من الصحف نزلت أن الأخدام ليس عندهم غير على عارهم، وهذا صح. طيب في سؤال آخر وركزي معي وتذكري، هل في سلفيين أخدام؟ يعني تعرفي خادم كذا عاطف سرواله زي السلفي ولابس لبس معين، أنا اشتي بس أقيس كيف الناس متفاعلين مع ما يحدث في الداخل، وكيف الفئات يعني كيف الأخدام ممثلين داخل هذه الفئات. هل شفتي سلفي عندكم من أقاربكم، من الجيران، من سلفي خادم؟ يا أستاذة نحن أنا بقول لك شيء، ربما يكون سؤالك أكبر مني، تمام، ربما يكون سؤالك أكبر مني. شفتي سلفي؟ أنا أشفت سلفي إنه خادم، يعني من السلفيين بيقبلوا الأخدام معاهم يعني؟ لا ما قصدت كذا، أقصد أقول واحد من الأخدام سلفي. لو الآن بيرجعوا، الآن شوفي يا أستاذة نحن خرجنا عن النظام، الآن مثلا الآن أنا بقول لك، الآن إذا وجدت الآن المتكلمة، إذا وجدت المتحدثة، الآن من إنسان يعاني من فقر، من فقر، يعاني من ذل، يعاني من كبت، يعاني من حرمان، ولو كان مثلا أنت هذا، أنت تعاني من هذا الجانب، إذا قالت لك يد تمتد لك بتروحي معه ولا ما تروحيش؟ بتطوفي مع التيار صح؟ فنحن الآن اللي خائفين، يعني نحن اللي الآن الخائفين، ونحن المثقفين الآن من هنا من هذا المنطلق نحن عملنا رؤية. ليش عملنا؟ أنت خرجتيني الآن عن الموضوع، الرؤية حقنا الكوتا، نظام الكوتا تمام، والغيره كمان يا أستاذة نحن طلبنا مطالب موجودة، إصلاحة موجودة في القانون، إصلاحات قانونية، إصلاحات قانونية. قلنا مثلا أن تكون، شوفيها شوفي من الخلق من الأخدم كيف فكروا، قلنا أن تكون الدولة مثلا أو على ما شينا العصر أن تكون نظام الدولة نظام فيدرالي، مثلا نظام فيدرالي، أن يكون الحكم حكم جمهوري مثلا، في رأيي عشان تلتغى التهميش ويلغى. طيب الآن تواصلتي معهم، هل تواصلتي مثلا مع الإرياني، مع الأطراف الأخرى؟ أي والله الله، والمفروض واللي طلعتوا هل تواصلتي؟ أبدا. مع من تواصلتي طيب؟ والله يا أستاذة طلعتوا هنا، أنا هم مشتوا هنا، ضعتوا في الدائرة، رجعتوا ألتقى للإعلام. طيب أنتم تواصلتم، وفي كثير طالبين حق المهمشين الآن، وصرحت الناطقة باسم اللجنة الفنية للحوار أنكم ضمن فئات المجتمع الأخرى. من؟ بينما أمل باشا، بينما أنكم ضمن فئات المجتمع الأخرى ولا, ولا, ولا يوجد لكم مقاعد. نحن الآن من هنا، وهذا إن شاء الله تعطيني تسمحي لي أتكلم فيه بو. يعني شوفي يا أستاذة نحن لم يعطوا، نحن ما خصصوش لنا، ما عملوش، ما اعترفوش إنه توجد لنا قضية. أنا قروتو حق المبادرة وحق حقوق المرأة، ما قالوش المهمشة، حق الطفل ما قالوش الطفل المهمش، بل بالمحاور يا أستاذة ما ذكروا نحنش إنه لدينا قضية. ليش؟ قضية الصعدة، كقضية الحوثيين، كقضية الجنوب، كقضية ليش؟ ليش قالوا ليش؟ لأنه ما اعترفوش إن إحنا موجودين أصلاً، هيدا وهذا تمييز عنصري.
ما هو اعترفوا بس تمييز نخبوي عنصري. عنصري. لذلك نحن هل طلبت تقابلي جمال بن عمر؟ ايوه وغيره. اردت الان ان اقابل جمال بن عمر. هل حينها خلال الفتره الماضيه هل حاول بعض المهمشين انهم يقابلوا جمال بن عمر عشان يدافع عن حقوقهم كما يدافع عن حقوق الفئات الاخرى؟ نعم وهم يسعون الان يا استاذه. يعني بس عندكم ما قابلتهمش؟ يعني احنا عن ما قابلناش. اذا لم تشاركوا في الحوار ورفضوا منحكم، اذا لم تشاركوا في الحوار ورفضوا منحكم مقاعد، ايش بيكون مواقفكم التاليه؟ طيب شوفي يا استاذه، اول نقطه هم ذكروا للمراه وخصصوا لها 40 مقعد، هل اعطونا مقعد للمراه المهمشه؟ اثنين مقعد للمراه المهمشه ما فيش. ما فيش. لانه يقول ما فيش مراه متهمشه متعلمه. ما فيش. ايوه متاكد. قرات انا قرات ورحت وبحثت وما ما كانش عارف انه في واحده زيي. طيب بقول لك يا استاذه مع احترامي في مليان من زيي. طيب اثنين. ايوه اثنين. هذا في الشباب. اعطوا الطفل حقه، هل اعطوا للمراه المهمشه الا للطفل المهمش؟ طيب يا استاذه هم الان أنا رحت أسأل رئيس الاتحاد كم أعطونك مقاعد؟ قال والله لحد الآن لم يعطونا، أنا قدمت 30 اسم، يعني 23 اسم لكن اتحاد إيش؟ ما أنا مدراني أنا. لا لا إيش الاتحاد اللي رحت لعنده؟ الاتحاد اللي هو باسمه اتحاد المهمشين. ها أيوة نقابتكم. أيوة النقابة اللي كلمتيني عنها، بس أنا أعرف أنه اتحاد المهمشين يعني. أيوة يعني وقال لي وأكد لك أنه لم تحصلوا على أي مقاعد. أيوة وعندي أنه قال لي الصباح. طيب هذه رسالة الآن للجنة الفنية للحوار، للرئيس هذه، لرئيس مجلس الوزراء، يا جماعة هؤلاء 2 مليون يمني، يعني نسبتهم 9 إلى 10 من سكان اليمن، ويستحقوا أنهم يشاركوا وحقهم أصلا. بس نرجع لنقطتنا السياسية والقانونية. طيب ومهم لا اركز على النقطه السياسيه القانونيه. طيب انا بس قبل اسمع احترامي، شوفي انا منديت لك هنا بالجانب الحوار الوطني، يعني مثلا نحن قالوا اعملوا رؤيه جميع الشباب يعملوا وجميع الفئات والقضايا، عملنا نحن رؤيه اسوه بغيرنا، لكن توهنا كوننا إن ما نعرفش المناطق، نحن المناطق اين توهنا لكي نصل لعضو من اعضاء الحوار الوطني حتى وصلنا الى هنا وحصلنا صلاح الصياد وجبنا له رؤيه من رؤانا، لكن هل وصلت مثلا اني رحت لقناه سهيل علشان تعطيني رقم توكل كرمان وهم خدموني واعطوني رقم توكل كرمان؟ مع النوبلية توكل. مع توكل كرمان لكن قالت لي تعالي الى مقرنا، لا اعلم اين مقرها اولا. ليش ما سالتيها شو بتقول لك؟ قالت لي لكن لا يوجد لدي المادة أن أروح. هل من هذا اللي هم الآن اللي دعموا الشباب هل دعمونا؟ هل قالوا ما دام أنتم موجودون هنا يعني منعطوكم تتابعوا قضيتكم؟ طب هذه مش مشكلة، نوصلك لعند توكل كرمان، بس نجي للجانب القانوني الآن. عندما يقتل الخادم، هل يقتل شخص آخر يعني ينفذ القصاص على قاتل الخادم؟ لا يمكن، لأن الخادم لا يوجد له دولة وراه ولا دعم ولا حزب ولا تقولي لي أين الأحزاب أين الأحزاب أين الأحزاب؟ أين الحزب اللي يقول أنا مضحي نسي بهذا الأخدام؟ أين الحزب اللي يقول أنا برفع هذا الأخدام؟ ونحن مستعدين نروح معه من يعني الآن. ما قد حصل نفذ القصاص بقاتل لا ينفذ بقصاص الخادم من الأبيض والتشريح والتهذيب التعزيز. نعم الخادم القبيلي يقدر يخرج نفسه ببياس ويجزع. طب سؤال ثاني فيما يتعلق بالسجون والجرائم، وانت تفعلي ابحاث كثيره وتطلعي، اغلبيه المحبوسين من الاخدام ايش التهم المحبوسين عليها؟ سرقه. أو اول حاجه اول منطلق سرقه. يدوروا ياكلوا. يدوروا ياكلوا. اذا كانت الدوله ما فاهم عن تلكش مورد والاخر عاده تسجنك، وهذا جرم 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 في حق والله، تسجنك وانت ما قلتش مو تاكل. هم ياكلوا ويلبسوا او حقهم البسس فوق موكيت، ونحن بقراطيس، نحن بقراطيس مقرطسة يا أستاذة، والله إن نظرتم إلى حالنا يرثى له. يعني أنا لو شفت هذا المنظر أبكي. فين الوزراء؟ فين رؤساء الأحزاب يا أستاذة؟ فين الأحزاب اللي تقولي؟ طيب السجون. هل تغيرت الأمور خلال التغيير للآن سنتين وشوية؟ هل تغيروا وحصلتم على حقوق أكثر؟ هل حصلتم على أشياء طالبتم فيها؟ وما هي الأشياء اللي حصلتم عليها؟ اللي حصلنا عليها ونطالب فيها. أي شيء؟ يعني اللي حصلت عليها. اللي حصلت عليها من من؟ بعد التغيير. أي التغيير؟ خرج تغيير طالب بحقوق الحراك، بحقوق الشباب، بحقوق المرأة. لم أحصل على أبسط الحقوق إنهم يذكروا إنني قضية. لم أحصل إنه المرأة في اتحاد نساء اليمن. لكن هل وحده من الاخدمات يعني او من المهمشات او من القرى؟ طيب نحن بنقول ما بنقول من المدينه بيقولوا لي باكر والصباح وقابوا لي وحده وتقول اني ممثل. هل قابوا من القرى وحده تقول اني فلانه بنت فلان اعرفوني يا مهمشات اذا كان في قضيه تعالوا لعندي انا من اتحاد نساء اليمن؟
أبداً يا أستاذ أبداً. يعني وضع مزري. سؤال آخر، وشك تتحدثي عنك يعني بقرأة، ما تقلقيش، قولي لي أصعب موقف تعرضتي له سياسياً؟ أنا ولا غيري؟ يعني أنت. أنا أصعب موقف تعرضت له سياسياً إنه يهمشني واحد. أنا أتكلم بلسان أمة مش فرد كوني، أنا أتكلم بنساء المهمشة. أنا صورتي الآن ما بقول أني متعلمة، أقول أني أعاني الآن. ندي لك صورة اللي هناك بلع. يعني في المارحتي مهمشة، يعني كل ما رحتي بأي مكان. طيب قولي لو أجيت أني في مكتب أدخل، أني واحدة بيضاء، من بيدخلوا؟ أنا ولا البيضاء؟ ليش تقولوا بيضاء وسوداء؟ لأنهم عملوا. نحن في عنصرية أستاذة، همشوا. نحن اسمنا نحن خدام، نحن اسمنا نحن مهمشين. لو ارتقينا نحن مهمشين. نحن الآن تسأليني سؤال، أين تقبرون؟ كأنه لا توجد لدينا مقابر، ولكن نحن نموت كأن نحن ما معنا. نحن شمالك الموت يقبض أرواحنا مثل باقي لك دقيقتين. إذا معك أي رسالة تديها؟ مش دقيقة، إن شاء الله يكون الخمس. لا خمس إن شاء الله. خليهن ثلاث. أولا أجسد كل الوضع اللي نحن عايشين فيه بثلاث أبيات أو أربع إن شاء الله تكون، وبعد أعمل مناشدة ومعاناة، يعني وأخرج هذه المناشدة لدول الخليج أن ترعانا، لمن يتنصبون منا، من الرؤساء، من الوزراء، من المنظمات، من الأحزاب، من الاتحادات، من جميع كل شيء، أن يتقوا الله فينا، لأنهم سيسألون يوم القيامة عنا. طيب أنا بقول لك أستاذة، ادخلي بالقصيدة. كل راع مسؤول عن رعيته، ونحن رعاه. الوقت طيب. القصيدة تقول: أنا المهمش في اليمن. من كتبها؟ أنا كتبتها وأنا ماشي في الباص وأنا طالع إلى صنعاء. متعددة المواهب. أنا المهمش في اليمن السعيد، كل شيء أطلقوا عليه، كل شيء حصل على تغيير وتجديد، إلا المهمش في اليمن، إلا المهمش حصل على قيد من حديد، إلا أنا المهمش حصلت على قيد من حديد. كل سنة وأنا في الهامش، وهذا أكيد، وهذا السنة قلت سيذكروني في الحوار الوطني، ولكن ما في من جديد. جاءت الثورة وصرخت يا عالم، هذا حكايتي في اليمن السعيد. صرخت وكان صراخي هو أكبر بلوتي، لأنهم لم يزودوني إلا قفصا من حديد. آه، وهذا نهدتي، ما أكثر الآهات في اليمن السعيد. يا عالم، اسما لم يسمينوا به، وإنما أطلقوا علي كنيتي، وهذا أكيد، وأكثر علي حصري وعزلتي، ولكن أعلنها من الآن هنا إليكم أخوتي: إن دام حصر وعزلتي فسوف أقطع شرياني قبل الوريد، وسيكون اسمي متأكد البطل الشهيد، أو سيكتب التاريخ اسمي البطل الجديد. المدرسة مسك سعيد، الذي اليوم شعرت بأن هناك زعيمة لفئة المهمشين، يجب أن تطور من ذاتها، يجب أن تناضل. أتمنى لكم التوفيق مشاهدينا. إيش من دين، إيش من سياسة، إيش من حقوق، إيش من أخلاق، إيش من حريات، وبيننا 2 مليون يمني يعانوا هذه المعاناة القاسية، ولا توجد توعية، ولا يوجد من يتحدث باسمهم. كونوا معنا في قضايا أخرى نعرف عنها الكثير الأسبوع القادم.